وقانون الجذب احنا اتكلمنا فيه قبل كده، فاحنا هنتكلم النهارده هنقول نفس المقدمه تقريبا عشان نفتكره. وبعدين هو ده زي قلته بقى مش شغال؟ مش شغال. هنقول نفس المقدمه عشان نفتكر المحاضره. يا استاذ ضياء انا بين عايز ورقه وقلم منك. وبعدين لا شغال. وبعدين هنقول اضافه مفاجاه شويه عن قانون الجذب. ثواني بس اللاب يفتح. قانون الجذب بيعتمد على ان كل واحد فينا مولد طاقة مستقلة. كلنا أثناء حركة دوران الخلايا بتاعتنا بنصدر طاقة وبنستقبل طاقة. كلنا زي بالظبط فكرة ريش المروحة العادية خالص اللي في البيت، أما كنا زمان نقعد نلعب وندخل فتلة تلف عليها أو سن ورقة أو سن قلم. كلنا بنشد حاجات من الكون وبنرسل حاجات للكون. كويس؟ طبعا في ناس بتعتقد ان قانون الجذب لا يتفق مع الشرائع الدينية وان القدر لا يمكن تغييره واننا مسيرين وإن مفيش داعي خالص لمقاومة ما يحدث لأن كل واحد فينا شايل صليبه أو ابتلاءه. مفيش حد فينا بيمشي الدنيا على مزاجه، لكن الواقع إن إحنا بنمشي الدنيا فعلا على مزاجنا، وإحنا بنبقى السبب الرئيسي في كل اللي بيحصل لنا. طب إيه الفروق اللي بيننا؟ الفروق اللي بيننا الفروق الطبيعية. كل واحد فينا مختلف عن التاني لأنه عالم مستقل. الاستقلال بتاعك ده هو اللي خلى رزقك مختلف في كل حاجة، في المال، في الأولاد، في الصحة، في العلم. اختلافك ده هو اللي خلاك جبت حاجات وطردت حاجات. كويس؟ هنبتدي المحاضرة بنقطة مهمة جدا 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 قالها سعادة السفير من شوية، أنا حالا كتبتها وراه. في آية ما كناش بناخد بالنا منها، أو أنا على الأقل لسه واخدة بالي منها دلوقتي حالا. لا الصبح زيته الصبح مش عارف ايه. في سورة الحج آية 52، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. سورة كم يا فندم؟ سورة الحج آية 52. أول حاجة لفتت نظري أما سيادة السفير بيقول لحضرتك احنا اللي بنجلب لنفسنا احيانا الافكار السلبيه. اسمحوا لي اخش في الموضوع على طول لان اعتقد ان اغلبكم عنده فكره كيف يعمل قانون الجذب، فعشان ما نقولش كلام ممل ومتعاد اسمحوا لي اخش من منظور غير متوقع. الايه دي بتقول تحديدا إن الواحد فينا لما بيجي يفكر بطريقة إيجابية
لتحسين حياته بتخش طاقة سلبية تنغص عليه اللي هو بيفكر فيه. ولأول مرة أعتقد إن الشيطان ده مجموعة إشعاعات سلبية، مش كائن بس مستقل. لأن لما رسول أو نبي يقعد يتمنى إنه ينتصر الحق وإن الضعفاء ياخدوا حقوقهم، يجي الشيطان بكل جراءة ينغص عليه هذه الأمنية، فتقوم الفكرة السوسة الصغيرة الفيروس اللي دخلت في أفكارنا توقف حماس انطلاق الفكرة السليمة. احنا دلوقتي نوينا الصحة والشفاء، يروح داخل الشيطان وانت بتعمل المديتيشن يقول لك وانت بتصدق ما كانش حد غلط، ما الناس كلها عيان، فيروح قاطع عليك القوة اللي انت بتطلقها فعلا، فتفتكر ده من ضعف ارادتك او من ضعف تفكيرك، في حين الآية صراحة بتقول ان حتى الرسل والانبياء اللي هم يعني الله عز وجل اكرمهم بالميديتيشن العالي والتفقه والاسترخاء الشديد وزهد الدنيا، يعني قمة التحكم في آلة الجسد وآلة التفكير، ومع ذلك لما بيتمنوا الأشياء الإيجابية بيحصل لهم نوع من الاقتحام للأفكار بتاعتهم. طيب إذن لابد هيحصل تنغيص علينا وإحنا بنشتغل في قانون الجذب، لازم هيحصل. طب إيه الحل؟ دلوقتي أنا عايزة أركز في حاجة إيجابية، إن أنا أجذب أفكار الأستاذة إنها تتصل بيا في التليفون، أو إن أنا يجيلي مثلا فلوس، أو إن أنا أخف. مجرد ما أركز تفكيري كده وأجي أشتغل على نفسي، يروح الشيطان أو الطاقة السلبية بعتها تكتين كده شوشرة على اللي أنا ناوي أعمله. إيه اللي بيحصل لي أنا بقى؟ بيجيلي إحباط من أول لمسة، وبفقد الثقة في قوتي، وبفقد الثقة في قدرتي، وبفقد الثقة في إن أنا قادرة على توجيه ذاتي، ومتلقفة الفكرة السلبية اللي جت، وأسيب الأصل اللي أنا ابتديت بيه، وأفضل أعيد وأزيد وأندب جوه نفسي على الفكرة السلبية اللي جت. معقول هتتصل بيا؟ ما هي ما اتصلتش من شهر. معقول ابني هيكلمني؟ ما هو ما كلمنيش من سنة. معقول بنتي هتنزل مصر؟ ما هي بقى لها 3 سنين مسافرة. أفضل أكسر نفسي بنفسي. يعني الشيطان كل اللي بيعمله إنه بيحط فيروس صغير قد كده. إحنا اللي بنقوم بتعليته وتغذيته بحيث يسيطر على الواقع. قانون الجذب بيعتمد على ان الاحداث اللي حوالينا اللي مش عجبانا ومسيطرة على الواقع بتاعنا نقدر نخليها تتراجع للخلف، ونخلي احداث تانية هي اللي تطفو على السطح وتسيطر على حياتنا. طيب الاحداث الموجودة دي عندها قوة، عندها صلاحيات، عايزة تستمر وعايزة تحيا، فتقوم تعمل ايه؟ تعمل مقاومة. ايه المقاومة؟ كل انواع الافكار المحبطة. افتكر ان انا عايز اشرب كوباية شاي، افتكر ان انا عايز اطفي البوتاجاز، افتكر ان انا عايز اكلم فلان اصل وحشني من زمان. انغص على نفسي الارسال، في حين ان احنا بمنتهى البساطة وبدون قوانين، مجرد ما ننادي على بعض 3 مرات في السر هنسمع بعض. يعني انا لو ناديت يا نجلاء يا نجلاء يا نجلاء، نجلاء هتسمعني، هتعمل كده لوحدها لوحدها.
اقول لها بقى اتصلي بيا، زوريني، ابعتي لي فلوس، اسالي عليا، انت سليمه وصحتك ممتازه. انا وردت لها الفكره اللي انا عايزه اقولها. اذا المشكله بكل بساطه ان الطاقه اللي احنا بننتجها اثناء حركه الخلايا الدائريه، ما احنا كلنا خلايا ومرصوصه فوق بعض، الحركه دي والطاقه دي مفتحه، ممكن تصدر عنا للاخرين وممكن تستقبل من الاخرين. خلاص، اسمحوا لي نقول المقدمه بطريقه تانية. ممكن اسال حاجه يا امو؟ ممكن نخلي الاسئله يعني في لما نقول فكره كامله. بس فكريني ان انا نزلت الفيديو او اكتبيها على الواتس عشان نبص فيها مرة واحدة. هنقرأ بسرعة كده وهنقف عند حتت معينة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يعتمد قانون الجذب في الأصل على القوة العقلية للإنسان والتي يمكن تركيزها حول موضوع معين بطريقة متعمدة ثم توجيهها نحوه ليتحقق. وأشهر نصيحة في هذا الموضوع هو أن تتخيل الشخص جالس أمامك وتناديه باسمه حتى تتخيله ينظر إليك، ثم تلقي عليه الأمر، ثم تكرره حتى يحرك رأسه أنه قد سمع وأنه سوف ينفذ طلبك. يبقى أول استعمال لقانون الجذب هو التأثير على الآخر. واسمحوا لي هنا أقول حاجة في منتهى الغرابة، أي أب وأي أب وهو قاعد مع أصحابه وبيقول ده أنا ابني فلان ممتاز في كذا وممتاز وكذا وممتاز في كذا، بس ابني التاني ايدك منه والارض، ما بيعملش وما بيعملش وما بيعملش وما بيعملش. انا طبعا لما قلت الكلام ده انا قلته وانا معتقد انه لا يصل للاتنين، لا الوحش ولا الحلو، ومعتقد ان ده مجرد كلام وخلص في القعدة. اللي بيحصل ان كلنا بينا وبين بعض مسارات طاقة، مسارات مرتبطة بالعلاقة اللي بينا فعلا. بنروح بيوتنا بنلاقي الكويس بقى كويس احسن من كده والوحش بقى اوحش من كده، وما بناخدش بالنا ان احنا اللي بعتنا لولادنا البوش ده سواء في الاتجاه الايجابي او في الاتجاه السلبي خالص. ونبص نلاقي الابن ده او الابنه عنده رد فعل سلبي ناحيتنا وعنده عدوانيه ناحيه الاخ اللي قلنا عليه كويس بطريقه غير مفهومه. وبعدين انا اقول لنفسي ايه؟ ما انا اللي توقعته لقيته، مش انا اللي عملت كده في نفسي او في اختي او في ابني او في جوزي او في خطيبي، مش انا اللي عملت، لا انا اللي عملت، انا بس مستهونه بقوتي في اطلاق الافكار، مش عارفه انا فعاله قد ايه. اغلب الناس مش مقدرين خطوره الكلمه. هنلاقي في سوره البقره عند خلق ادم الله عز وجل قال فتلقى آدم من ربه كلمات، ما تلقاش العلم، تلقى الكلمات. الكلمة اللي بنفكر فيها هي أقوى آلة للطاقة يمكن توجيهها والتحكم فيها. عشان كده الكلمة الطيبة صدقة، وعشان كده الغيبة والريبة والبهتان
والنميمة من المحرمات، مع ان الشخص اللي احنا بنتكلم عليه مش قاعد مش موجود ومش هيعرف ان احنا نمينا عليه ولا عبنا فيه ولا قلنا فيه اي حاجة، مش هيعرف. ايه اللي حصل؟ ان اللي احنا قلناه او فكرنا فيه سبح في الفراغ او في الاسير، ووصل للشخص ووصل للبيئة المحيطة بيه، وقطعنا عليه حبال التواصل الاجتماعي خالص، قفلنا عليه. يعني هو لو عنده فرصة انه يتغير ويتحسن مش هيتحسن. طيب نكمل. اصعب حاجة زي ما قلنا في العملية دي ما يسمى الصعوبة القهرية. ايه الصعوبة القهرية اللي بتحصل؟ ان الافكار تتداخل وتتدافع لتشغل التفكير، وبالتالي يتشتت التركيز ما بين الاهداف الهامة وبين الجهد المبذول. يعني نقعد نقاوم، يعني مثلا عندنا في الديانة الاسلامية ما ينفعش تخش تصلي وانت محتاج تخش تورد خالص. ليه؟ عشان ما تشتتش طاقتك بين مقاومة الجسد وبين الحالة الروحية اللي انت عايزها. ما ينفعش تكون جعان، اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. ليه؟ عشان ما تقعدش تشتت طاقتك بين احتياجاتك البيولوجية واحتياجاتك الروحانية. ده نفس الوضع بالنسبة لقانون الجسد، لازم تكون واكل وشارب وكله تمام وقاعد هادي ورايق عشان تعرف تعمل تحكم في أجهزتك البيولوجية وتبتدي تقود روحك وقوتك اللي انت مش مكتشفها هي الى اي مدى. طبعا يعني دايما بحب اقول ياريت نبتدي بالحاجات الصغيرة عشان نعرف احنا بنقدر نعمل ايه. يعني مثلا نخلي حد يتصل بينا، نخلي حد يجينا يزورنا بقاله كتير ما جاش يزورنا، عشان نعرف احنا امتى كنا مركزين والامر خرج بسرعة وجه بسرعة، وامتى قلشت مننا وما طلعتش مظبوط. هنجيب الادلة بسرعة في سورة الانسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يبقى هنا إحنا مسؤولين عن الاختيار، مش إن إحنا مجبرين. وإن المشيئة إنك تتخذي السبيل الصح فيبان الطريق قدامك، لكن انت مش مجبرة. محدش يقول اصل انا طلعت لقيت نفسي كده فما قاومتش. لا، ده هو اداك مؤهلات معينة، المؤهلات دي تؤهلك لخوض المعركة اللي انت عايشها، مش للاستسلام للمعركة اللي انت عايشها. انت لازم تمشي المشوار كله، مش هتقف تستنى كل حاجة تقع عليك وتفضل تقول ما انا لازم استحمل، ما ينفعش. طيب، وهديناه النجدين، سورة البلد، اي طريقين واضحين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان الله سميع عليم. ايه ده؟ يعني احنا اللي لازم نتغير، احنا اللي لازم نأثر على واقعنا، واحنا اللي لازم نتجاوب معاه. ايوة، احنا اللي لازم نتغير. طيب، اول قاعدة في التغير ايه؟ التسامح. اول لمسة تغير تؤثر على مستقبلك النفسي انك تسامح نفسك اولا. اغلبنا
لما بيضرب ابنه مثلا او بيزعق في حد يهمه قوي، بعد ما بيقعد مع نفسه بيحاسب نفسه بضراوة، بيجلد نفسه، ما بيسامحش نفسه على الغلطة اللي حصلت. أول قانون التسامح إنك تغفر لذاتك أخطائك، بعد كده تغفر للآخرين، لأن الآخرين لما أخطأوا ما كانوش عارفين مدى خطورة الخطأ بتاعهم. احنا كلنا ربنا بيدفعنا ببعض، ابتلاء لبعض. ممكن انا من غير قصد اقول كلمة تجرح صاحبتي دي او صاحبتي دي او زميلي ده، من غير قصد طلعت مني وبعدين عتب عليا كده او بصلي، انا اعتقدت ان الموضوع انتهى، لكن انا بيني وبين نفسي ممكن ابات طول الليل احاسب نفسي على اللي انا عملته، اشوشر على نفسي الهدوء، ما انا مش مسامحه نفسي، ازاي انا ما سامحش نفسي واطالب الاخرين يسامحوني؟ ازاي انا ما اقولش الامل معلش يا امل يلا اديكي غلطتي المره دي بس ان شاء الله مش هتغلطي، وطبطب على نفسي كده واحبها، وبعدين اقول ايه ما هي ما سامحتنيش، ما انا اعتذرت لها وما رضيتش. لا، انت لازم اولا تسامح نفسك على ما بدر منك، وبعدين تقول للي خلقك سامحني، وتقول للناس سامحوني. لكن انت لو ما سامحتش نفسك مش هتعرف تكمل، هتبقى ماشي زي الحاجة العارجة، الحاجة المصابة. تخيل بقى احنا طول النهار وطول الليل بيطلع مننا ساعات حاجات غير مقصودة ونفضل شايلينها على كتافنا. الآية اللي بعدها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الرعد آية 11، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. طبعا احنا اتكلمنا على التغيير، ايه المعقبات؟ المعقبات دي وسائل الحفظ اللي ادهلنا علشان الطاقة السلبية اللي حوالينا ما تخشش جوه طاقتنا الإيجابية. المعقبات دي ملائكة حفظ. امتى بتحضرك وتيجي؟ لما انت بتتخذي طريق الله صح. ايه طريق الله؟ ايه طريق الله؟ هل هو ديانة معينة لها اسم؟ لا، طريق الله مكارم الاخلاق، ان كلنا نكون محترمين صادقين، نعمل بجدية، نحترم بعض، ونحترم كل المخلوقات التي خلقها الله. لأن الله عز وجل لو حب يخلي كل الأديان دين واحد كان خلصها من أولها وقال الديانة الفلانية إصدار واحد، إصدار اتنين، إصدار ثلاثة حسب نمو ونضج البشرية. ما عملش كده، لا، هو سابها متنوعة، سابها متنوعة علشان يثبت أن كل الطرق تؤدي إليه، كل الطرق الصحيحة تؤدي إليه. طب صحيحة ليه وإزاي؟ بمكارم الأخلاق. يعني البوذيين اللي احنا بنعتبرهم لا ينتموا لأي دين سماوي، ليه نجحوا؟ لأن هم بيحافظوا على الأخلاق، الأخلاق مش الشعارات ولا الأزياء ولا أي حاجة، أخلاق. انت بتشتغل ايه؟ بتشتغل بكفاءة؟ بتصون عملك؟ بتروح في ميعادك؟ بتتكلم بأدب واحترام مع اللي قدامك؟ ما بتتكبرش على اللي قدامك؟ ما بتحتقروش؟ ما بتسيئش إليه باللفظ والفعل؟ دي شروط الحياة كلها، كلها
حتى في الكائنات الحية قطط أو كلاب أو عصافير، الاحترام وحفظ الحقوق ميزان الكون. فما حدش يحطها تحت عنوان دين معين، خليها تحت عنوان الأخلاق، وانت كل حاجة على الأخلاق، وانت كل حاجة في حياتك تتغير. الأخلاق تسمح لك بإيه؟ توديك لحد فين؟ وما تعملش اللي قدامك باللي هو عمله، عامله بالصح اللي المفروض يتعمل. هو بينه وبين نفسه ولو بعد سابع مرة هيقول لك لا بصراحة اصل هو ما بيغلطش وانا بيجنن انه ما بيغلطش، فانا ببقى مش عارف ابقى زيه. لكن هو يعلم في قرارة نفسه ان انت اللي صح، وانه هو اللي مش عارف يسيطر على قلة ادبه، بيبقى واقف قدامك مشلول مش عارف يبقى زيك، وعمال يتطاول عليك بس مش عارف يعمل ايه. هي دي فرصتك لإحقاق الحق، لتركيز مبدأ الأخلاق، لحماية نفسيتك. تمام؟ يبقى احنا اتفقنا ان المعاقبات هي ملائكة حفظ، يعني طاقات إيجابية حولك إذا انت اتخذت الطريق الصحيح في الحياة. والطريق الصحيح يعتمد على مكارم الأخلاق وحسن معاملة الآخر أيا كان الآخر ده. الآية اللي بعدها، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذا الصبر، الصبر الإيجابي غير الصبر المبني على الضعف. الصبر عند وقوع الشدائد والابتلاء ما يعنيش أبدا إن إحنا نقعد نعمل كده ونقول ما أنا مش هعترض، هعترض. لا، اتحرك من مكانك واسعى وانت صابر على ما تجد، لكن ما تفضلش مكانك بتتفرج على اللي بيحصل. الآية اللي بعدها، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. سورة التوبة آية 14. بتتكلم الآية دي عن التوتر النفسي وعذاب الخزي. عذاب الخزي ده احنا بنعمله في نفسنا ساعات. يعني كل الأمم لما عاصوا ربنا عذبهم بحاجات كده، الرعد، البرق، المطرة، الصخور، كلها عذابات مادية، إلا قوم يونس اللي هو التقمه الحوت. لما يونس دعا قومه وقال لهم آمنوا وتأخروا في الإيمان وزهق وخد بعضه وركب المركب ومشي، فربنا قال له إحنا هدينا قومك من بعدك. وبعدين الحوت بلعه، والقصة المشهورة بتاعة قصة النبي اللي التقمه الحوت. قوم يونس إلا الله عز وجل يعلم أن فيهم خير، عذبهم الله بعذاب الخزي. عذاب الخزي ده إن الواحد يبقى مكسوف يرفع عينه من الغلطة اللي هو عملها. إحنا بقى بنقسى على نفسنا بعذاب الخزي ده، يعني نبقى مكسوفين نتغير ونقر ان احنا غلطنا. وعذاب الخزي ده من اسوأ انواع الالم النفسي. عشان كده اقامة الحدود في الديانة الاسلامية
لا تقام إلا بعد ما ينذر العاصي أو المخطئ أكتر من 4-5 مرات، وفي بعض الأمور يبقوا 4 شهود أو جمهور. ليه؟ لأن كل ما يبقى ما فيش شهود على الحدث ما ينفعش تتكلمي فيه. يعني لو 2 شافوا جريمة زنا ما ينفعش يتكلموا فيها، لازم 4، وإلا تبقى غايبة ورايبة وبهتان ونميمة مع إنهم صادقين. طب ليه؟ ليه الإسلام آخر ديانة ضيقت الأمر في الشهادات الحقيقية؟ عشان عذاب الخزي، عشان الواحد مننا ما يبقاش مذلول ومكسوف من اللي قدامه لما يعرفوا عنه العملة اللي عملها. عشان كده من آداب التربية الحديثة إن الطفل اللي بيغلط ما يتعاقبش قدام الفصل كله، خده على جنب وقول له انت غلطت في كذا وهتعمل هوم وورك صفته كذا او هتتعاقب بالطريقة الفلانية عشان انت غلطت، او ان انت تاخده حتى لو ابنك على جنب وتقول له اختار هتتعاقب بايه، انت غلطت ولازم هتتعاقب، هتتعاقب بايه. لكن تمسكه تشهر بيه قصاد اللي قاعدين وتقول لهم شفتوا اهي منى عملت كذا النهاردة، اهو خالد عمل كذا النهاردة، انا هزمته ولا يمكن هيتبني. ليه؟ لاني وقعته ضحية ما يسمى الخزي او الكسوف او الشعور بالدونية تجاه الفعل اللي هو عمله. علمته ما يسامحش نفسه لان انا ما سامحتوش. فلما ربنا قال قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، اول عذاب بايدينا الخزي، وينصركم عليهم. طيب هو بعد ما كسفهم كده ما بقوش عارفين يفتحوا فينا. ويشفي صدور قوم المؤمنين، احنا بقى نفسيتنا هتبقى رايقه وهاديه. ليه؟ لان مفيش حاجه تكسفنا. انت لو مكسوف نفسيتك مريضه، يبقى الخزي ده ان الانسان يبقى مكسوف من افعاله واقواله، من ملابسه، من تصرفاته، من قعدته، من غناه او فقره. الايه اللي بعدها واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. المثل بقى بيقول عندنا ايه؟ اضرب المربوط يخاف الثاني. تقوم دولة عظيمة تضرب دولة صغيرة ملهاش جيش اصلا تدعكها وتسويها في الارض، فتقوم الدول المتوسطة تكش وتقول لك لا يا عم انت شفت اللي حصل هناك، من علمك المكر يا ثعلب؟ قال له من رأس الذئبة التي طارت. احيانا بنضرب شخص علشان نعمله موعظة وعبرة للباقين. طبعا ده من الناحية السياسية والقتالية مطلوب، لكن من الناحية الإنسانية مرفوض لأنه ضد مكارم الأخلاق. ما ينفعش مدرس يقوم يعاقب طالب في الفصل ويضره تماما لمجرد إنه خوف بقية الفصل عشان يعمل لنفسه برستيج أو كيان، وده للأسف بيحصل في الجامعات وفي المدارس وفي البيوت. يعني ممكن الأب يضرب مراته عشان العيال تخاف منه. أي إذا كنتوا ضربتوا أمكم أنا هغلب فيكم. فعلا في ناس بتفكر كده. طب هل الطفل جذب ده لنفسه؟ في الأول لا. في الجذب هو كده جذب ده لنفسه؟ لا، في الأول لا، في الأول هو وقعت عليه التجربة ما كانش يعرف. بعد كده يعني اول خطوه، اول المك النفسي انت ما بتبقيش عارفه ان ده بيوجع. بعد كده سلسله التوقعات اللي بتحصل لك
لحسن احتمال يهمني زي ما اهمني انا بجيبه لنفسي. كده بيبدا يبقى الآية اللي بعدها، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الآية دي بتتكلم عن الفعل ورد الفعل وقانون القلب. احنا بنتكلم عن قانون الجذب. امتى الاحداث اللي حوالينا نقدر نغيرها وازاي نغيرها واحنا ازاي مولدات للأفكار ومستقبلات للأفكار وإزاي ده له شواهد في الرسالة بتاع الدين الإسلامي. الآية دي بتتكلم عن إن كل حاجة بتحصل لنا بنبقى عايزين نفهم ليه، مش عايزين نتعامل معاها، إحنا عايزين نعرف ليه، اشمعنى أنا حصل لي كده، لكن ان انا اغيرها اثناء ما يتقع عليا ما بفكرش، بتخض وبتشل مكان. طبعا قانون الكارما هنا، ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. معنى كده ان احنا بنجذب لنفسنا السلبيات اللي بتحدث لنا بعد الرضا باللي حصل. يعني لو ما رضيناش بنفضل نفكر في الجوانب الايه اللي زي ما قلنا، لو طالب حد عمله عظة لبقية الفصل هيفضل كل مرة خايف يخش الفصل لحسن يحصل له نفس الموقف فيدفع المدرس من غير قصد لتكرار الموقف نتيجة استدعاء الفكري للموقف السلبي اللي هو مر بيه. عشان كده لازم نسامح نفسنا على المواقف السلبية اللي بتحصل لنا، لو سامحناها هنبطل نكذب. المرحلة رقم 2 من القانون. نكمل أدلة ولا كفاية؟ ايه نكمل الرضا. الرضا ما هو الرضا اذا كان كل ده ضد الرضا؟ الرضا انك تقر ان ما اصابك هو امتحان ليكي شخصيا ويمكن من خلال الاحتمال تغييره، لكن لو تمردتي عليه مش هتعرفي تغيريه. نعم بعضكم بعض الفتنه. ايوه ربنا ده واحد فتنه ليكي عشان يمتحن ويختبرك. نيجي بقى هنا بسرعه كده، تفاءلوا بالخير تجدوه، بشروا ولا تنفروا، لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. طبعا من الامثال الشعبيه اللي يخاف من العفريت يطلع له، من قدم شيء بيدال تقاه، البيض من هخش بسرعه كده. هنقول ان قانون الجذب يعمل من خلال الانسان نفسه، فنحن نملك مولدان، واحد في العقل وواحد في القلب. المولدان دول بيعملوا تشتيت لما بنيجي نفكر في موضوع، لازم نخلي التقطين في اتجاه واحد عشان نحقق القانون. هنقولها بسرعة الشروط. اي حاجة عايزين نعملها بنجيب كراسة وبنكتب الفكرة اللي احنا عايزينها 14 مرة لمدة 14 يوم او 21 مرة لمدة 21 يوم، بشرط ان الجملة تكون بزمن المضارع عشان اغير الواقع بتاعي. اللي بيحصل ان افكارنا بتتداخل،
لان الواحد فينا زي ما قلنا لما بيقعد يشتغل بقانون الجذب بيبقى مش مستعد كفايه، مش مسترخي، مش عامل مديتيشن ناجح، فيجي يقعد يفكر في موضوعين في وقت واحد او في ثلاثه او في اربعه. طيب وانت بتكتب الفكره بتاعتك في الكراسه بتاعتك على الشمال اكتب الفكره اللي ضايقتك. يعني معقول كلام امل؟ يعني انا عاوز اشرب كوبايه شاي، يعني انا عايز اطفي البوتاجاز، يعني انا عايز اتصل بخالد، انا عايز اشتري بلوزه، انا عايز ازور فلان. اي فكره تزاحم تفكيرك وانت شغال اكتبها او اضطرها طلعها على الورق. عقبال ما بتكمل المده اللي قلنا عليها، ان كانت 14 مره يبقى 14 يوم، ان كانت 21 مره يبقى 21 يوم. عقبال ما بتكمل المده بتكون انت اتدربت على اصابه الهدف. لو فرضنا ان لما بنيجي نتعلم الرمايه بيحطوا لوحه كده وبيبقى فيها 6-7 دواير وبنحاول ننشن في المركز، فمره تيجي في الدايره الخارجيه، مره في الدايره اللي جواها، مره تيجي في السنتر، ومره تخرج بره. اما بنمارس قانون الجذب مره واثنين وثلاثه وعشره بنوصل لدرجه ان احنا لما بنقول كلمه بتتنفذ فورا، ما بحتاجش اكتبها 21 مره ولا بحتاج اكتبها 14 مره. ليه؟ لان اتعلمت قياده عقلي وقلبي في لحظه واحده. انا عايزه فلان يكلمني، انا عايزه يجيلي فلوس، انا عايزه الاقي شغل، بتطلع فورا وبتتنفذ. بس لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل التدريبات الاول. يعني لازم نعمل على انفسنا ان احنا نكتب اللي احنا محتاجينه او اهدافنا بجملة بزمن المضارع مختصرة وبسيطة 14 مرة لمدة 14 يوم، ونحافظ على التواريخ. ولو مرة ما كتبناش نسينا، وده هيحصل لان احنا اتفقنا ان ايه؟ ان في منغصات لسلامة العمل. اعيد من تاني ال 14 يوم بتوعي او ال 21 يوم بتوعي. نفس التوقيت؟ لا لا، مش لازم التوقيت. انا عن تجربتي مش لازم التوقيت. هنيجي بقى لنقطة مهمة عن الاهداف. هل احنا بنخلق الهدف من العدم ولا هو موجود؟ الاهداف كلها من الاول موجودة. يعني الله عز وجل لما خلق الزمان خلقه كاملا بكل الاحداث. فلو فرضنا ان انا اخترت اني اكل الساعة 5 يوم الخميس، كان ممكن ما اكلش الساعة 5، اكل 6، اكل 4. كان ممكن ما اكلش الساعة 5 يوم الخميس، اكل الساعة 5 يوم الاربعاء. دايما كل فكرة ليها الضد بتاعها وليها الزوايا الاربعة بتاعتها، او لا او ممكن او تجاهل. فاذا كل الافكار قبل ما تتكون ليها اربع اركان. لما انا اخترت واحد فيهم ومارسته فعلا انا غزيته فخليته سيطر على الواقع بتاعي. لما تجاهلته صغر. فاحنا قانون الجذب بيغذي الواقع الجديد الفكرة الصغيرة اللي اهملناها اللي قد راس الدبوس علشان تدفع الفكرة الحالية المسيطرة عليه. الحتة دي حد مش فاهمها؟ حد فاهمها؟ حتة ان الحدث اللي انت عايشه عبارة عن كورة كبيرة مسيطرة عليك وكاتمة عليك، وبقية الافكار
اللي انت ما كنتش اخترت له وسايبها طايره حواليك صغيره قد راس الدبوس. فانت لما بتكتبها 21 مره بتغذيها، بتنفخها بتكبرها عشان تشغل الحيز اللي حواليك، فتضطر الموجوده حاليا للتراجع للخلف. اما بتيجي تتراجع هي قد الدبوس حتقولي عليها بنغذيها، بنغذيها بالكتابه وبال دي بتطرد الحاله اللي حضرتك عليها الكبيره. اي مهما يعني كان يعني حاجه صغيره فتيجي على الحاجه الكبيره وتطردها لا هي هتكبر بالكتاب. انا عايز اقول حاجه لو سمحتوا، هي ليست العبره